يعتبر إنشاء منظمة الأمم المتحدة في عام 1945 من أبرز الإنجازات التي طبعت تاريخ الإنسانية بشكل واضح. هذا الإنشاء الذي جاء تلبية لرغبة المجتمع الدولي غداة الحرب العالمية الثانية في أن لا يعيش العالم حربا مدمرة مرة أخرى، وقد جسد ميثاق الأمم المتحدة هذه الرغبة الأكيدة التي لخصت في الجملة الشهيرة نحن شعوب العالم. وبذلك وضع المجتمع الدولي سنة 1945 بمدينة سان فرانسيسكو دعائم منظمة ذات بعد عالمي. من أمام الأمم المتحدة معنا أسرة طلعت عيسى، وهي أسرة كندية فلسطينية أتوا لزيارة الأمم المتحدة. طلعت عيسى، ماذا تعرف عن الأمم المتحدة؟ والله الأمم المتحدة يعني هو مكان لأمل كل الناس بحل النزاعات في المنطقة في العالم. يعني مثلا احنا كفلسطينيين نتمنى أن تكون الأمم المتحدة هي الداعم الوحيد لقضيتنا وحل مشكلتنا مع الإسرائيليين. أنت ليست راضي عن أداء الأمم المتحدة في القضية الفلسطينية بالتحديد؟ لا، أنا لست راضيا تماما عن الأمم المتحدة، وأتمنى أن تقلب موازين القوى وتكون في عدل في العالم، وتحل القضايا ليست قضية فلسطين وحدها، ولكن قضية الشعوب الضعيفة والصغيرة في العالم. معنا مين؟ حافظ عيسى. حافظ عيسى، يعني ماذا تعرف عن الأمم المتحدة؟ أنا بعرف أنه هم عم بيحاولوا يضبطوا كل العالم بمشاكلهم، يعني عم بيحاولوا يقلبوا كل العالم ويعملوها أحسن. طيب الآن أنت جيت زيارة، لماذا يعني جيت زيارة إلى الأمم المتحدة؟ عشان نتعرف على كل البلاد الجديدة. ماذا تعرف عن الأمم المتحدة؟ بتحل مشاكل العالم. شكرا أسرة طلعت عيسى. ساحة الأمم المتحدة هي الساحة الدولية أمام مبنى الأمم المتحدة بجنيف، يقف فيها المتظاهرون يعبرون عن قضاياهم وقضايا المجتمع الدولي بصمت شديد، وأحيانا برفع اللافتات والشعارات التي تعبر عن قضاياهم، كما أنها معلم من المعالم البارزة في جنيف التي يتردد عليها السواح. நடு ரோட்டில் போகுது பூந்தேரு என் ரோட்டில் வந்தா டோயட்டு என்ன மயக்குற சரசா இது படிக்கிற வயசா மனம் துடிக்குது நாளாதா தொட்டு பழகிட கூடாதா நிஸ்டெல்லாம் மேரிசு பல்லாக்கு கொஞ்சம் சைடு வாங்குது மேலாக்கு மாசமா ஆறு மாசமா எங்கி தவிச்சேனே பூங்கொடிக்கு வாரமா சில பல வாரமா காத்து கடந்தேனே பூவிழிக்கு கண்ணொரங்கல செவி மடுக்கல பசி எடுக்கல வாய் சிரிக்கல கை கொடுக்கல கால் நடக்கல அந்த வெறுப்புல ஒன்னும் புரியல மாசமா மாசமா எங்கி தவிச்சே தன்னண்ண மாசமா ஆறு மாசமா எங்கி தவிச்சேனே பூங்கொடிக்கு மாசமா ஆறு மாசமா. Thank you very much. Okay. الأستاذ طلعت عيسى، أنت فلسطيني كندي الآن في زيارة إلى الأمم المتحدة، حدثنا عن ساحة الأمم المتحدة هذه. شكرا لهذا اللقاء. في الحقيقة هذه الساحة هي ساحة قديمة جدا ولها علاقة بقضايا الإنسان. يأتون الناس ليتظاهروا سلميا لإيصال كلمتهم للأمم المتحدة، لأنه أحيانا لا يستطيع الدخول إلى هذه القاعة، فيتظاهروا هنا بأعلامهم ويرفعوا قضاياهم، مثل القضية الفلسطينية وقضية التاميل وقضية مجاهدي خلق. هناك ناس يتظاهرون، وكل شعوب العالم الضعيفة التي لديها مشاكل تريد أن توصلها الأمم المتحدة تأتي هنا للتعبير، وهي أيضا ساحة للسواح، فنحن الآن هنا في سياحة ونحن مبسوطون جدا بهذه الساحة.
النصب التذكاري، الكرسي المكسور بساحة الأمم المتحدة، هو رمز لضحايا الألغام الأرضية التي تقتل آلاف البشر سنويا. كما يحث هذا النصب التذكاري الدول التي لم توقع على اتفاقية أتوا بالتوقيع عليها فورا. الكرسي الذي يفقد أحد رجليه يعبر عن عجز الإنسان الذي يفقد أحد أطرافه بسبب الألغام. منظومة الأمم المتحدة هي نادي دولي يضم 193 دولة لمناقشة قضايا دولية هامة مثل قضايا حقوق الإنسان وقضايا الحكم الرشيد والديمقراطية والقضايا الإنسانية، لنتعرف على عمل الأمم المتحدة ومنظماتها. معنا الدكتور الخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة الدكتور محمود الخفيف. مرحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا، ألف شكر للاستضافة الكريمة. الأمم المتحدة فيها آليات نافذة، يعني فيها آليات مخيفة. مثلا عندنا كما تفضلت أنه الجمعية العامة هي الآلية الأولى، وبعدها مجلس الأمن، وبعدها مجلس حقوق الإنسان. يعني مجلس الأمن يعني من الآليات المخيفة، كثير من الدول بتخاف من مجلس الأمن، تعمل حسابها من قرارات مجلس الأمن. وكذلك بعض الدول بتخاف من مجلس حقوق الإنسان، لأن مجلس حقوق الإنسان تعرض فيه انتهاكات الدول، يعني تتكشف فيه عيوب الدول، فهنا بخافوا من العيب. ولكن مجلس حقوق الإنسان بيخافوا من القرارات، التدخلات والتدخلات أحيانا قد تؤدي إلى تدخلات عسكرية، فممكن نتحدث عن هذا النقطة. يعني هو بالتحديد مجلس الأمن هو قد يكون الجهة الأساسية أو الوحيدة في الأمم المتحدة التي لها أسنان، بالتحديد أسنان حينما تكشر عن نفسها معناها أن الباب السابع معناه استخدام القوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. هل هذا يحدث في كل مرة؟ طبعا استخدام الباب السابع يعني محدود للغاية، اللي هو البند السابع، البند السابع من لائحة مجلس الأمن يعني. وقد يكون هنا مأخذ الخوف، ولكن لأن مجلس الأمن قراراته في العادة تنفيذية وتنفذ بشكل مباشر في معظم الأحيان باستثناء طبعا موقف إسرائيل. يعني موقف إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لم تنفذ معظم قرارات مجلس الأمن اللي كان لها علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي. وما عدا ذلك مجلس أمن نشيط للغاية في محاولة تطبيق قراراته. شكرا الدكتور محمود الخفيف الخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة، شكرا على هذه الثانية. ألف ألف شكر، ومرة أخرى ألف شكر على الاستضافة الكريمة. الدبلوماسية هي إحدى ركائز الأمم المتحدة الهامة لما لها من دور نشط داخل أروقة الأمم المتحدة. تبلور الدبلوماسية معظم عمل ونشاطات الأمم المتحدة، فهي التي تناقش القرارات الصادرة من هيئات الأمم المتحدة، وهي صاحبة الفصل في قبول تلك القرارات أو رفضها. معظم نشاطات الأمم المتحدة تعتمد على الحراك الدبلوماسي، فالدبلوماسية هي التي تبلور قرارات الأمم المتحدة. في محطة دبلوماسية من داخل الأمم المتحدة نلتقي بسعادة السفير عبد الرحمن ضرار المندوب الدائم للبعثة السودانية لدى الأمم المتحدة بجنيف، وسفير السودان لدى سويسرا. مرحب بك سعادة السفير. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، أحييك وأشكرك وأحيي عبرك جميع مشاهدي قناة النيل الأزرق. سعادة السفير، أنتم نشاطاتكم الدبلوماسية هي الروح أو هي المحرك لعمل الأمم المتحدة، حدثنا عن الدور الدبلوماسي داخل الأمم المتحدة. الأمم المتحدة منظمة تقوم على التعاون بين الحكومات المختلفة، وهي منظمة تجمع الحكومات كما يسموها بالإنجليزي intergovernmental بين الحكومات. والفكرة الأساسية في الأمم المتحدة في اعتقادي كانت تحوي قدر لا بأس به من المثالية، أننا نحاول أن نطور حكومة للعالم كله، مؤسسة تجمع بين حكومات الدول المختلفة. هي لا أريد أن أعطي صورة مثالية للأمم المتحدة، هذه كانت الفكرة الأساسية. أحيانا هناك توافق في الآراء واختلاف في الآراء، وعندما يخرج الرأي
يعني عندما أخرج القرار قرار الأمم المتحدة، بعض الدول تصنف الأمم المتحدة بأنها انتغائية وبأنها يعني في ازدواجية معايير، علما بأنه أصحاب القرار هم الدول عبر ممثليها عبر الدبلوماسيين. هذا صحيح تماما. الأمم المتحدة كمؤسسة تجمع بين الدول هي عبارة عن جماع آراء تلك الدول المختلفة، لكن على الأرض وعلى الطبيعة الدول ليست لها نفس المصالح وليست لها نفس الأوزان، وبالتالي مقدرة كثير من الجهات على التأثير على قراراتهم المتحدة لصالح مصالحهم كبيرة جدا. ومن هنا تنشأ المسألة بتاعت ازدواجية المعايير، لأنه ليس المبدأ نفسه يطبق بشكل مختلف في أوقات مختلفة تبعا للمصالح المختلفة. وإذا كانت الأمم المتحدة عبارة عن شراكة بين الدول، فإن الدول كما أسلفت لها أوزان مختلفة ولها تأثيرات مختلفة على ذلك، وبالتالي يميل القرار الذي يصدر عن هذه المؤسسة إلى رغبات الدول الكبرى المؤثرة، الدول التي تدفع معظم اشتراكات الأمم المتحدة والدول التي لها مصالح اقتصادية كبرى تستطيع أن تؤثر عبر مصالحها على كمية من الدول لتصوت لصالح مواقف قد لا تتفق مع الأسس العادية الطبيعية المثالية لنظرة الأمم المتحدة. ربما إذا جاز لي أن أدخل في مثال يصور ذلك، أحكي الطرفة التي قرأت عنها في بعض الصحف السودانية، أن باحث اجتماعي كلف بإعداد دراسة عن مصنع حديث، فطاف على أقسام المصنع وسأل العاملين عن مختلف جوانب العمل والمشاكل التي يواجهونها، ثم انتهى بحارس المصنع، فسأل الحارس عن ظروف عمله، ثم سأل سؤال أخير عن راتبه، فالحارس أحرج أن يذكر أن الراتب صغير، فجمع قال للصحفي أنه راتبي وراتب المدير يطلع 100,000 جنيه، بينما كان في الحقيقة إنه هو راتبه 10,000 والمدير 90,000، فجمع الاثنين على بعض. هذا خير مثال يمثل عن ربما وقع المدير يمثل الدول الكبرى التي تستطيع أن تؤثر تملك 90%، والدول الضعيفة التي تقع عليها أعباء القبول بالقرارات التي تصدر تحت تأثير الدول الكبرى. إذا رجعنا إلى سياسة الكيل بالمكيالين التي ذكرتها، هي من صنع الدول، يعني نحن نرجع نقول إن الدول هي التي تصنع القرارات، واللوم دائما يعني بيجي على الأمم المتحدة، فمعناها الدول هي التي تشكل سياسة الأمم المتحدة، فلذلك يعني دائما نجد أن دول تشتكي من الأمم المتحدة، حينما أن الأمم المتحدة هي ليست التي تصدر هذه القرارات، رغم سنين يعني القطيعة ذكرناها ما بين آليات حقوق الإنسان من ضمنها مجلس حقوق الإنسان والسودان، ولكن الخطة يعني خطة السودان لتصحيح العلاقة حقيقة خطة واحدة لم تتغير، يعني السودان يعني يتعامل مع في علاقته مع مجلس حقوق الإنسان بطريقة واحدة حتى الآن، يعني وفود كثيرة جدا تأتي إلى جنيف، أموال طائلة تصرف في هذا الملف، ولكن حتى الآن لم نرى نتائج. يعني تعامل السودان مع مجلس حقوق الإنسان انبنى ومن قبل اللجنة انبنى على تعاون الحكومة السودانية التام مع آليات حقوق الإنسان، وكان الأمل أنه بهذا التعاون نستطيع أن نحقق ما يساوينا بالدول الأخرى التي لديها ظروف مشابهة. ما يواجه السودان هو نتيجة لتدخلات خارجية تحرك الأحداث من داخل السودان، وتمجيد مسألة استعمال القوة لتغيير النظام في السودان. هذه المسألة يقابلها الجهات التي تمول وترعى هذا الجهاد، لا تريد للسودان أن يستقر، ثم تأتي وتعكس كل ذلك فيما يسمى بتجاوزات أوضاع حقوق الإنسان في السودان. فالمفارقة هي بين ما تعلنه تلك الجهات وما يتم على الأرض. والسودان كما أسلفت اختار أن يتعاون مع آليات حقوق الإنسان باعتباره ليس لديه ما يخفيه. البعض يرى أن مشاركة الوفود السودانية في المؤتمرات الدولية هو مضيعة للوقت، خاصة وأن الأمم المتحدة علاقة الأمم المتحدة بالسودان علاقة الطالع نازل، يعني ما هي علاقة لسه فيها يعني ما علاقة قوية شديد،
ويرى يعني هذا الفريق يرى أن الاكتفاء بالدبلوماسية أو التمثيل الدبلوماسي هو أفضل من إرسال هذه الوفود التي تكلف خزينة الدولة أموال كثيرة. ربما يعني يكون هنالك بعض الاختلاف فيما تفضلت به. أنا ما تحدث عنه أنه لنضمن الانتهاء تضمين مصالحنا في القرارات التي تصدر لابد أن إذا غبنا ستصدر القرارات في غير صالح مصلحتنا. لا توجد وسيلة فيما نعلم للتأثير على القرارات إلا بالاشتراك في المراحل المختلفة لصناعة القرار. المراحل المختلفة تبدأ بالمذكرات والتشاور وحضور المؤتمرات وتمثيل وجهة نظرنا. تعاوننا مع الأمم المتحدة صحيح أنه نحن نتحدث عن بدأنا حديثنا عن مجلس حقوق الإنسان وهذا أكثر جانب مسيس في مؤسسات الأمم المتحدة، لكن لا ننسى أن السودان لديها علاقات متميزة جدا مع مؤسسات ضخمة جدا في الأمم المتحدة. إذا أخذنا منظمة الصحة العالمية، إذا أخذنا الملكية الفكرية، إذا أخذنا منظمة العمل الدولية، مختلف UNDP منظمة الأمم المتحدة للتنمية، مختلف مؤسسات الأمم المتحدة لها مناشط مختلفة إيجابية في السودان. لا أعتقد أنه من المنصف للأمم المتحدة أن ننظر إلى جانب واحد فقط لدينا عليه تحفظات ومشاكل، لكن لابد أن ننظر لبقية الجوانب الأخرى لتكون الصورة أشمل من ذلك. شكرا سعادة السفير عبد الرحمن ضرار على هذه المحطة الدبلوماسية التي يعني استمعنا فيها للكثير والمثير. شكرا سعادة السفير. شكرا. الصحافة الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة هي من أهم مكونات مجتمع الأمم المتحدة، فهي بجانب الدبلوماسية الدولية ومنظمات المجتمع المدني تلعب دورا محوريا في التأثير على الدول الأعضاء لاتخاذ قرارات بناءة تصب في مصلحة الأسرة الدولية، فهي العيون التي تتلصص على القرارات الدولية لكشف فاعليتها وأهميتها من عدمها. في هذا اللقاء العفوي نلتقي بالأستاذة أليزاندرا فيلوتشي رئيسة قسم الإعلام بالأمم المتحدة. Well, we are very happy that we have so many accredited media at the United Nations in Geneva. الصحافة المعتمدة لدى الأمم المتحدة هي تمثل ركيزة هامة من ركائز الأمم المتحدة، وهي المرآة التي نرى من خلالها أداء الأمم المتحدة ومعالجتها للقضايا الدولية. الصحفيون المعتمدون لدى الأمم المتحدة هم صحفيون محترفون مهنيا يمثلون كبريات المؤسسات الإعلامية، كما أنهم يحرصون على تغطية جميع نشاطات الأمم المتحدة بما فيها المنظمات التابعة للأمم المتحدة. يتمتع نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان بعلاقة طويلة وإيجابية مع منظمات المجتمع المدني. على مر السنين تطورت ترتيبات المشاركة الرسمية للمنظمات غير الحكومية في اجتماعات الأمم المتحدة وهيئاتها إلى ممارسة منتشرة في معظم منظمات الأمم المتحدة. الحديث عن دور منظمات المجتمع المدني داخل الأمم المتحدة حديث بلا سواحل، حديث يطول أمده، ولنلقي الضوء ونصوت الضوء على أهمية منظمات المجتمع المدني داخل الأمم المتحدة نلتقي بالدكتور الياس الخوري ممثل الحقوقيين العرب لدى الأمم المتحدة. مرحبا بك الدكتور. أهلا وسهلا فيكم. وبالمناسبة الدكتور الياس الخوري هو من قدماء المحاربين أو من قدماء الناشطين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ عام 1987. الدكتور الياس في معيتنا ليحدثنا عن أهمية دور منظمات المجتمع المدني داخل الأمم المتحدة. المجتمع المدني تطور مع منذ نشوء الأمم المتحدة سنة 46، ومن ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، و جعل ميثاقين يتعلقان بقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الآخر المتعلق بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. أصبح للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية دور مشارك أكثر
لأنه يدافع عن القانون وعن كرامة الإنسان وعن حفظ وترقية حقوق الإنسان في جميع المجالات. دكتور إلياس الخولي، بالتأكيد طبعا إنشاء منظومة الأمم المتحدة كان من أبرز التاريخ الإنسانية، وهذا الإنشاء جاء لرغبة المجتمع الدولي. هل حقق ميثاق الأمم المتحدة تلك الرغبة؟ الأمم المتحدة نشأت بعد حربين دميتين، واتفقت الأمم باسم الشعوب آنذاك بأن تتخلص من ويلات الحرب ومآسيها، ولذلك وضعت ميثاقاً وهو ميثاق الأمم المتحدة الذي ذكرته في المقدمة، وخاصة في مبادئه ومقاصده للأمم المتحدة، التي تقوم مقاصد الأمم على توطيد السلام بين الشعوب وبين الأمم، وتحقيق الأمن للشعوب وللأمم. وفي المبادئ ركزت المبادئ في المادة الثانية من الميثاق على سيادة الدول وحق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل المشاكل الدولية بالعلاقات الودية بين الأمم حلاً سلمياً بدون استعمال القوة أو التهديد بها. الأمم المتحدة ليست حكومة عالمية ولا تضع القوانين، ولكنها توفر السبل التي تساعد في حل النزاعات الدولية وتضع السياسات التي تهمنا جميعا. من جنيف كان معكم في الإعداد والتقديم طه يوسف حسن، والإخراج والتصوير والمونتاج أحمد يوسف عرار.